نقارن ما بين الاثنين، ما بين سلوك او اضطراب سلوكي وما بين وصول الطفل لمرض السرقة. بعد 10 سنين استمرار السرقة بنفس الدرجة وتزيد لازم أخصائي، ده كده بعد مرض 10 سنين، بعد 10 سنين. لكن لو لمت من 8 سنين ل 10 سنين، احنا بنتكلم في سنتين سلوك بيروح ويجي اب اند داون، وبيتعالج مره وبنخفق مره وبنقدر نعمل سلوك كويس مره، والمساله بتبدا اعراضها تقل تقل تقل، الكيرف بدا يقل، احنا كده في سلوك مجرد بس سلوك محتاج بس تعديل. لكن لما توصل سن ابني لبعد 10 سنين والسلوك ده مش بيقل لكنه بيزيد وترته عماله تعلى معاه، ده لازم اخصائي. طيب ده كده اسمه مرض، مرض تمام. السرقه. لكن الاضطراب زي ما قلنا الاسباب اللي احنا قلناها دي، والسلوك اللي بيتم بناء على التربيه، بناء على التوجيهات، بناء على التعامل، ده بيسمى اضطراب سلوكي. طيب لو احنا بنتكلم في انا ماما وبابا مش عايز ابني محروم من اي حاجه، وانا مدخلاه في مجتمع عندهم كل حاجه، فبالتالي انا كمان عشان ابني ما بقاش محروم من كل حاجه فانا بجيب كل حاجه ايا كانت الحاجه اللي بتطلب، هل ده ممكن يوصل الولاد او الاطفال لمرحلة ما توصلهم للسرقة أو اضطراب سلوكي في الموضوع ده، علشان هو متدلع، علشان هو المطلوب مجاب، ولا دي بعيدة عن الموضوع؟ الشكل ده شكل غير طبيعي للبيت، الشكل ده شكل غير طبيعي للبيت. وعلى فكرة برضو في توتر، يعني انه طول الوقت انا لما بعوز الحاجة ماما بتجيبها لي عشان تتخلص من زني او من عياطي او عشان خاطر احساسها بالذنب انه مش عايزين نحرم ابننا من حاجه. ده طريق او ده شكل البيت او ماما بتحب غير شويه طبيعي. مظاهر، ممكن ده شكل برضو في البيت هنا مضطرب. والحقيقه من ضمن برضو الاسباب اللي بتؤدي لابني انه يلجأ لنوع ده من السرقه رغم انه مش محتاج، رغم انه عنده كل حاجه. هي مش محتاج دي ممكن تبقى حاجة نسبية، ولا مش محتاج دي ثابتة عند كل الناس؟ لا نسبية طبعا، نسبية صح؟ نسبية طبعا. يعني أنا نسبية طبعا. لو أنا شايفة أنه مش محتاج، بس هو ابني أنا برضو شايف أنه محتاج، أنا بحكم على أساس إيه محتاج ولا لأ؟ هو ابني طول الوقت عايز كل حاجة لأن هو عنده شعور من هو صغير بتملك كل الدنيا اللي حواليه، يعني أي حاجة تتحط عليها عينه بتاعته لحد 5 سنين. لحد ما أبدأ بقى أعدل المسار ده، قول لا يا حبيبي في حاجة اسمها حقوق ملكية، في حاجة دي ملكي، دي بتاعتي، دي بتاعت أخوك، دي بتاعت بابا، ده بنطلون بابا، دي نظارة بابا، دي قلم ماما، ده لعبة أخوك، دي لعبتك. بنحب نبدأ بقى نحدد ونقول دي بتاعتك ودي بتاعت غيرك، ومعنى إن احنا بناخد حاجة غيرنا دي اسمها ولازم تتسمى بمسماها الصح اللي هي سرقة، دي اسمها سرقة. وفي فرق كبير بين حاجتين، بان انا اسمي الموقف واني اسمي ابني. اسمي الموقف، الموقف اسمه سرقة ولازم يتسمى باسمه، اقول له كده اه طبعا ده اسمه سرقة. لكن الغلط بقى ان انا ايه اقول له انت كده حرامي، لا ايه ده. طب ايه الفرق؟ في فرق كبير جدا، انا بوصف الموقف فالتسمية هنا على الموقف لكن مش عليه هو كحرامي، يعني لو قلت له انت حرامي هتبقى سمه هو هيصدقها عن نفسه. لا طب ما هو ممكن، طبعا مش بعترض على كلام حضرتك، لكن ممكن في بعض الاطفال يخافوا احسن حد يقول عليهم حرامي فيخاف من الكلمه نفسها فما يكررهاش تاني. وانا مش عايز اخوفه مش ولا عايز ارهبه، لكن انا عايز اسمي كل حاجه في مسمياتها. وبعدين الفكره كمان ان المرحله دي العمريه دي الحقيقه انا بشكل الصوره الذاتيه لابني عن نفسه. فلما يعمل سلوك واقول انت حرامي انت مصيرك السجن، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، خلاص بقى انا صدقت ان انا هفضل طول عمري ماما وانا صغير قالت لي عشان خاطر خدت حاجه معينه بقصد او غير قصد انا كده بقيت حرامي، خلاص انا هفضل طول عمري ايه شاعر او عايش بالشعور ان ايه اني حرامي. لكن الحقيقه انا لازم اسمي الموقف لكن ما سميش طب ابني او اوصي.